مساء الخير للسادة المشاهدين، مساء الخير لكل متابعين برنامج الناس والبرلمان. اقدر اقول ان انتوا وحشتوني في الكام يوم اللي انا ما شفتكوش فيه، بس فعلا فعلا البرنامج اللي بيقربني بيكم وبيقربكم بيا هو اللي انا وانتم مستنيينه، لان برنامجنا الناس والبرلمان بيتكلم عن احلام الشباب واحلام كل مواطن في كل دايره بيحلم بعضو مجلس شعب قوي، عضو مجلس شعب بيخاف على البسطاء وعلى أحلامهم. أنا بحب أتكلم معاكم دايما من قلبي، يمكن ما بقراش من سكريبت حتى لو أنا كنت مجهزه. ومن هنا أنا بشكر فريق الإعداد كله، فريق الإعداد أستاذ إبراهيم، أستاذ رضوى، أستاذ هدى، أستاذ نور إسماعيل. أنا بشكر كل الناس اللي بتساعد علشان توصل صوت الناس، لان الاهم ان انت توصل صوت الناس من قلوبهم. بشكرهم كلهم وارفع لهم القبعة واقول لهم شابو. اللي بيجري وبينزل في قلب مشاكل الناس، بينزل بكاميرته وعدسته، مصورينا بحرية وامام، مجموعة كبيرة بتنزل وبتعرض نفسها لمشاكل وبتعرض نفسها للخطر، والله علشانكم انتوا، علشان بيحبكم انتم. حتى لو بنتكلم في الاول عن محافظة القليوبية ودايرة بنها وكفر شكر، فاننا والله احنا بنقسم على الهوى مش هنبطل نجري ورا مشاكلكم، هنتابع مشاكلكم وهنوصل صوتكم للمسؤولين، وان شاء الله هنحلها، وان شاء الله زي ما ابتدينا نتكلم على منشية النور ووصلنا توقعاتكم وأصواتكم وأكتر من 400 توقيع من أهل منشية النور للسيد محافظ القليوبية، هنبتدي نتحرك أكتر وهنتحرك في كل مشاكلكم. وتقرير الخاص بكفر عامر ورضوان اللي كان في الحلقة السابقة هيتواجد في إيدين وزير التنمية المحلية ووزير الري قريبا بإذن الله خلال أيام. أما النهاردة فزي ما انتم مستنيني انا كمان مستني اعرض لكم مشكلة داخل محافظة القليوبية، مشكلة من مشاكل مركز من مراكز مدينة جميلة جدا وغالية على قلوبنا، فيها زعماء وابطال، الا وهي مدينة كفر شكر، الا وهو مركز كفر قرية كفر منصور وبعد كده قرية البقاشين. هنعرض لحضراتكم تقرير، ياريت يكون الإعداد جاهز معانا بتقرير كفر منصور. تقرير كفر منصور هنطلع فاصل ونعرضه ونرجع نتابع معاكم كان ايه في التقرير. اتفضلوا ونرجع لكم بعد التقرير. احنا اهم حاجة عندنا في كفر منصور الصرف الصحي، لان الغاز متوقف بسبب الصرف الصحي، مفيش اي صرف، مفيش غاز هيشتغل الا ما انتهاء الصرف الصحي. احنا عندنا المقاول جه اشتغل 300 متر ولما معداته ومشي. احنا عاوزين نعرف هو يعني الحكومة دورها ايه، المحافظ دوره ايه، ان الشركة تيجي تشتغل في بلد 300 متر وتاخد معداتها وتمشي، هو يا شغل عافية ولا بدراع؟ امال هي نزلت اشتغلت 300 متر ليه؟ عاوزين نفهم الكلام ده كله، ولا يعني ايه اللي بيتم المحافظ؟ لا الورق ده كله دلوقتي في حوزه المحافظه. انتوا اشتكيتوا ولا ما اشتكيتوش؟ احنا اشتكينا وخبطنا على البيبان كلها، الورق كله نهايته خلص، واخر حاجه كان الورق في ايه؟ في وزاره البيئه. احنا مع المحافظ يلم الورق ده كله، وفي خلال المفروض في خلال ايام المفروض ان المعدات تنزل في كفر منصور، لان كده غلط، في انتخابات جايه والشباب محبط مش عاوز ينزل الانتخابات بسبب ان البلد بالذات الوحيده مفيش اي خدمات فيها. وعندنا مدرسه ثانوي برضه ورقه خلصان، احنا مش عارفين ورقه راح فين وجه منين، ورقه خلصان مدرسه ثانوي عام في كفر منصور. والحاجه الثانيه في تم تغطيه الوزير مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي عمل خطه لتغطيه جميع الترع والمصارف. احنا عندنا ترعه طولها 26 كيلو، في عندها البيوت داخل الحيز العمراني والترعه داخل الكتله السكنيه. احنا عاوزين جزء تبطين والجزء اللي هو داخل الحيز العمراني يتم تغطيته
عشان خاطر الاطفال انتوا بنعالج من يمه وبنبوظ من يمه، وعشان خاطر الافراد والاطفال والامراض اللي هي بتيجي احنا بنعالج فيروس سي وملايين من الفلوس، وده اهدار لمال العام. احنا عاوزين نغطي الترعه داخل الكتله السكنيه. الحاجه الثانيه ان في مشكله في كفر منصور، عندنا 108 بيت دول من سنه 4 من 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 4 من سنه 54. احنا اتولدت لقيت البيوت دي، انا سني 52 سنه على جانبي كفر منصور. في مشاكل، احنا كان لنا وضعنا في 2016 كان عندنا مع الوزير محمود العشماوي اللي هو المحافظ، وكان وضعنا وقفنا. احنا دلوقتي بعد اذن معالي الوزير احنا في موظفين في الدوله بتعمل ارهاب للمواطنين، وهم بيستغلوا ظروف ان الدوله في انشقاق في مشاكل في الدوله، وهم الموظفين اللي بيتكوا على المواطنين وبيروحوا يطالبوا فلوس، وانا هنفذك وانا اعملك وانا مش هخليك تهد ومش طبعا الكلام ده مفيش هدد، مفيش الكلام ده. احنا متقنن وضعنا وبندفع ضريبه، ندفع بدل الانتفاع للضرائب العقاريه. احنا بندفع من سنه 54 واحنا مقيمين على هذا المكان. احنا داخل الحيز العمراني، داخل الكتله السكنيه في كفر منصور، ما احناش على البحر. احنا بيننا وبين النيل اكثر من 300 متر، مالناش دعوه، ماليش دعوه بمشاكل النيل. احنا دلوقتي احنا في موظفين رئيس وحده محليه، احنا في مشكله الصرف الصحي، رحنا له وقلنا له العربيات عملت اضراب في كفر منصور عشان خاطر السعر، السعر اللي هو متبالغ فيه، ان الناس بتيجي في كفر بتشيل اربع خمس نقل، النقله ب 60 جنيه و70 جنيه، ناس غلابه ما لهاش حق. طلبنا رئيس الوحده، طلبنا رئيس الوحده المحليه ينزل العربيات اللي هي موجوده هناك، يقطع في وصل بيقطعه ب 20 جنيه او ب 30 جنيه، قول عشان خاطر ان هو يساعد المواطن بدل ما يشيل ب 60 يشيل ب 30. دلوقتي العربيه بتنزل لرئيس الوحده المحليه او الموظفين او القائمين على الوحده، وبعد كده ما تيجي تطلب العربيه وتقطع الوصل يقول لك العربيه معطله. دول الناس دي بتساعد الدوله ولا بتجيب مشاكل للدوله؟ ايه الدوله بتعمل للمواطن؟ ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. انا احب بعد ما عرضنا التقرير ازف لكم خبر، والاهل كفر منصور وخصوصا بعد ما اتكلمنا على الترعه والمصارف، ولما بيتكلم على الترعه وفي بيوت اهله بالسكان، سيد رئيس الوزراء وطبعا بتوجيه من سيد رئيس الجمهوريه اشاد ان مفيش مكان مأهول بالسكان هيتم ازالته، وخصوصا زي ما المواطن اللي كان بيتكلم دلوقتي بيقول ان هو من اكتر من 50 سنة. فلازم نشيد ونرفع القبعة لهذا القرار الحكيم اللي اتخذه السيد رئيس الوزراء والسيد طبعا بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية. احنا هنا مش علشان ندور على مشاكل، احنا هنا بنشيد بالإيجابي قبل السلبي. يعني من قبل ما المواطن يتكلم كان السيد رئيس الوزراء حل المشكلة أصلا الخاصة بالنقطة دي، فما فيش أي موظف فاسد يجي يرهبك ويجي لك لحد عندك ويقول لك ادفع وإلا هنزل لك بعد شوية، ادفع وإلا هنعمل لك كذا وكذا. لا الدولة شغالة بنظام وبقوة، وحتى لو في بعض المشاكل مفيش دولة في العالم بتخلى من المشاكل يا جماعة. وهنا برنامجنا اتفقنا ان احنا هنحط ايدينا في ايد عضو مجلس الشعب في ايد الدولة علشان نعدي ونفضل على طول في بر الامان، نفضل دايما في بر الامان. اللي بيحاك لينا بيحاك منذ الزمن. احنا اكتر دولة مستهدفة في العالم، أكتر دولة في العالم العين عليها من قبل نعم الأتراك ومن قبل نعم الهكسوس. هنقول إيه؟ نعم الفراعنة، وإحنا دولة علشان فيها خير وربنا ذاكرها في القرآن وذاكر خيرها. فلازم نعرف ونتأكد إن أي مشكلة أو أي مشكلة مهما كانت صغيرة في أيادي خفية بتحاول تخليها كبيرة. وهنا برضو لسه في موجود في بعض المحافظات وبعض الادارات وبعض المديريات وبعض الوزارات شخص او اتنين او اكتر
من الفاسدين اللي احنا بنحاول ان احنا نوصل لهم مع هيئة قوية تسمى بهيئة الرقابة الإدارية. انت مش عيب ان انت تخطأ او تغلط، وقلنا مفيش حد معصوم من الخطأ زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، كل أمتي ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. يعني ايه؟ يعني انت ممكن تخطأ انما ما تبقاش قاصد للخطأ علشان تودي مسؤول كبير تعب لحد ما وصل لمنصبه. المسؤولين يا جماعة معظمهم بيتعب جدا عشان يوصل لمنصبه، وفي بعض من الناس اللي بتعدي سهوا وبيتم استقطابهم في اماكن خاطئة وبيبقى مسؤول، لكن القيادة السياسية بعد كده بتكتشف ان هو خاطئ وتبتدي تقيله. ومن هنا احنا بنحيي اي حد واي مسؤول كبير لا يصر على الخطأ. ممكن تخطأ لكن ما تصرش عليه، صلح غلطك مع الناس لان الناس هي اللي باقيه لك. اي مسؤول او اي عضو مجلس شعب غلط قبل كده، يعني انا بوجه رسالة لكل عضو مجلس شعب سابق وبيرشح نفسه تاني، اذا ربنا كرمك ونجحت صلح غلطك بقى، صلح غلطك اللي عملته قبل كده. لازم نبص على نفسنا ونشوف كنا فين والدولة تعبانة في أزمة الكورونا، كان فين معظم أعضاء مجلس الشعب؟ احنا بنحييهم على حاجات عملوها كويسة، لكن لازم نضرب على ايديهم ونقول لهم انتوا عندكم مشكلة، انتوا عندكم مشكلة في تواصلكم مع الشعب، تواصل مع الشعب وانزل اتعامل معاه، ابدع له، طلع فكر جديد، خليه يحب البلد اكتر. احنا كلنا بنحب البلد والله، حتى افقر فقير بيحب البلد، حتى الانسان المظلوم بيحب البلد، ولكن كل واحد منا بيحب وبيكره وبيزعل غصب عنه، يبقى تقف معاه. ومن هنا احنا بنناشد المسؤولين وبنناشد السيد محافظ القليوبية لما يجي المواطن يتكلم، مواطن يتكلم في التقرير السابق وبيقول ان محطة مية المواسير والحديد بتاعتها بقالها اكتر من 3 سنين لما صدت، مش ده اهدار مال عام؟ يا جماعة ده اهدار مال عام والله، ده فلوسي وفلوسك وفلوس كل واحد، ازاي تسيبوه لحد دلوقتي؟ كملوا محطة المية، اعملوا لهم مركز شباب يتنفسوا منه يطلعوا طاقتهم فيه. كفر منصور لازم الاهتمام بيها شوية، لازم الاهتمام بيها، ودي رسالة لكل واحد مسؤول في وزارة الري وفي المحافظة. كفر منصور اللي فيها اكتر من 26 كيلو متر على الترعة مباني وسكان، اكتر من 108 بيت، بتتكلم في اسر، ناس بتولد وبتخلف وبتتعب وبتشقى، ناس مولودة وموجودة وساكنة. ما يجيش اي موظف مهما كان قدرته ولا سلطته يهددهم ان هم هيسيبوا بيوتهم ويناموا في الشارع. ومن هنا انا بوجه رسالة لاهل دايرتي والاهل منطقة كفر منصور ان انا ايدي في ايدكم، انا معاكم، هناخد الامضاءات والتوقيعات والتصاريح والتقارير وهناخد الورق وهنمشي بشكل شرعي وقانوني سلمي، بشكل سلمي، وهتاخد على حق، هتاخد حق، ما ضاع حق وراءه مطالب، ولكن مطلوب في الوقت ده ان احنا نطالب بحكمة، نطالب بسياسة، نطالب بقوة، لكن قوة حكيمة، القوة الناعمة، القوة الحكيمة، ان انت في وقت ممكن يحاك للدولة في وقت انتخابات زي كده، يحاك للدولة بعض المشاكل الخارجية، انت لازم تدافع عن الدولة حتى لو هتتنازل شوية عن حق، لكن حقك هيجي، وانا اوعدكم ان حقوقكم ان شاء الله هتيجي، سواء كنت عضو انا في مجلس الشعب او لا، هندور على حقوقكم، لان البرنامج ده بتاعكم انتم، برنامج الناس والبرلمان، البرنامج اللي فعلا بيحبكم وانتم بتحبوه، وهيفضل يتابع بكاميرته وينزل في كل مكان مش كفر منصور بس. وعلشان كده عندنا تقرير تاني على
قرية، قرية البقاشين. البقاشين فيها مشكلة صغيرة، بل إن في مشاكل كتير، لكن هي دي مشكلة صغيرة يمكن بعض المسؤولين ما انتبهوش ليها، فإحنا بنسلط ضوء كاميرتنا وعدستنا وعدسة البرنامج على مشكلة قرية البقاشين. نحب نطلع فاصل بعرض التقرير ونرجع لكم تاني. احنا متضررين، الشارع في خط ميه 4 بوصه ومفيش فيه صرف ولا منافع ولا كهرباء، بقالنا من 2008 واحنا على هذا الحال. وخاطبنا المسؤولين كم مره نروح الوحده المحليه في البقاشين نطالبها ان احنا عاوزين ندخل الصرف، تقول الموضوع ده في شركه الميه، نروح شركه الميه تقول لا الموضوع عند المحليات. خاطبنا السيد رئيس مجلس المدينه ودلوقتي مخاطبين المحافظه على نفس الطريقه، فاحنا عاوزين نوصل صوتنا للناس، ايه المانع من دخول الصرف؟ بقى لنا 8 سنين بندفع صرف بيجي لنا على الميه وما عندنا صرف. بينا وبين اقرب يعني الخط شارع ورانا وشارع قدامنا ركب، واحنا كاردون من 2008. ان كان الشارع دي في حاجه تمنع دخول الصرف قولوا لنا، نبيع البيوت اللي فيه ونمشي. احنا 15 بيت 30 اسره قاعدين فيه، نبيع البيوت ونمشي بقى. يعني اذا كنا احنا بندفع خدمه ما بناخدهاش، فاحنا نبيع البيت ونمشي. من 2012 واحنا نقول جاي، يقول لا ما فيش الدعم يجي الدعم يوزعوه. فاحنا عاوزين نعرف المكان، الشارع ده مش مدرج من ضمن المرحله الاولى للصرف الصحي يبقى بلاش. الشارع ده في غرفه ربط على الشبكه الاصليه، في غرفه ربط على الشبكه الاصليه على الشبكه الرئيسيه بتاع الشارع، وفي كل حاجه موجوده فيه. ودخلوا لنا 104 بوص عشان ياخدوا منا صرف من غير ما يعملوا لنا المشكله. احنا عاوزين نفهم الشارع ده ما توصلش ليه من 2000، من اول ما الصرف ما نزل البلد الشارع ده موجود مدرج ضمن المرحله الاولى. احنا مش بنلوم حد ولا بنعمل اي حاجه، ان كان في حاجه خاصه بنا قولوا لنا يا جدعان، انتوا ناس مش مصريين امشوا من البلد. الشارع ده مش هندخله صرف، ما قالوش عندنا خدمات، نبيع البيوت فيه ونمشي. تمام، فنفهم بس القصه. طيب دلوقتي حضرتك وصلت المشكله دي لحد من النواب وحد اهتم بيها؟ الورق قدام يا بيه انسه، الورق موجود على مكتب رئيس مجلس المدينه عنده استاذ محمود سعد. عاوز اي حاجه اكتر من كده؟ السيد رئيس المجلس استلمه والمحافظ عند المحافظ مبعوث على موقع المحافظه على الانترنت، على الشبكه على الانترنت موجود شكوى قال ايه جاري استعجال. كانت الرد معانا والرد موجود وكاتب جاري استعجال، ولا شفنا استعجال ولا شفنا حاجه. الحل ايه عشان الصرف يجي للشارع ده؟ عشان ولادنا يقعدوا والناس تقعد، عيالنا كبروا وهيتجوزوا، كنا احنا مثلا افراد وعيالنا صغيرين وبنشيل وبنستعمل حاجه على قدنا، هيتجوزوا وهيبقوا فوقنا. ايه؟ ما قصدي كان عارض البيت للبيع ولادنا كده، والله كان عارض وكنا فرجنا عليه والله الصرف. عشان الصرف يقول لا هخرج بره عشان ارتاح زي الناس، بقى لنا 8 سنين في اللي احنا فيه دي. يعني عندي عيال بيتعلموا، هعلم العيال ولا انزح الغرفه زي دي. لازم يشوفوا لنا حل بقى للموضوع، وعايزه 50 جنيه لان كل اسبوع 50 جنيه هنجيب منين؟ عايزه مرتب يعني 200 جنيه في الشهر، والراجل بيزلنا على ما بيجي، ما بيجيش بسهوله يعني. تاني بعد عرض التقرير في قرية البقاشين. تقرير لما بتشوفه وبتشوفه وشوش الناس البسطاء أهل بلدنا حتى وهم بيعرضوا مشكلتهم، والله لو ركزتوا في عينيهم هتلاقيهم بيحبوا البلد، نفسهم يقعدوا، نفسهم يفضلوا، ما بيحبوش لا هجرة غير شرعية ولا يحبوا حاجة. بس فعلا لما قالوا إن هم عرضوا الورق والشغل بتاعهم والتعب اللي تعبوه على المسؤولين كانوا عايزين اهتمام أكتر. ومن هنا احنا بننشد المسؤولين اللي تم ذكر اساميهم في التقرير. احنا من هنا من برنامجنا بنعمل رصد موثق لبعض المشاكل في محافظتنا وبنحاول نحلها وهنحلها سواء بعد الانتخابات او قبلها. احنا بنحب البلد ومش بنحب نعرض مشاكل بس. من الحلقات الجايه اكيد هنعرض الخدمات اللي تم توفيرها في الفترة اللي فاتت، أكيد هنعمل تقرير يفتح نفسكم بقى على الدنيا ويخليكم تحبوا البلد أكتر. بس كل مشكلة وليها حل، كل مشكلة هنتابعها وهنحاول نحلها وهنقف معاكم ومع البلد. ومن هنا بنناشد المسؤولين، والمسؤولين من أكبر مسؤول لأصغر مسؤول،
انه يهتم بكفر منصور والبقاشين، يهتم بكل مركز وكل قريه في مدينه بنها وكفر شكر. بنها وكفر شكر مدينه غاليه علينا، مدن ومراكز غاليه علينا جدا، وهننزل في كل مكان فيها، في كل مكان فيهم، ومن بعد كده هننزل محافظات تانية، لان محافظاتنا جميله جدا، القاهره واسكندريه والمنوفيه والصعيد وكل المحافظات الجميله جدا، اكيد فيها ايجابي وفيها سلبي، اكيد فيها جزء ايجابي هنظهره وفيها جزء سلبي هنظهره، مش بغرض ان احنا نعرض حاجه وحشه لا سمح الله، لا، احنا بغرض ان احنا نقف على النقط البسيطه اللي ممكن تتعالج وممكن تخلي مصرنا اجمل واجمل، ممكن تخلينا افضل من كده، ونتابع معاكم ونقف معاكم، وكل تقرير بنعرضه موثق بالورق. احنا ما بنعرضش تقارير وخلاص، احنا بنعرض تقارير ومعانا اوراقها ومعانا كل المشاكل دي موثقة ورقيا، وبيتم التواصل مع المسؤولين، والمسؤولين فعلا انا بقول لكم محافظ القليوبية ورئيس الوزراء والسيد وزير التنمية المحلية والسيد وزير الري، لما بيشوفوا الحاجات دي بينزلوا وبيتحركوا، بيتحركوا لانهم اكيد بيحبوا البلد، يمكن مضغوطين شوية، يمكن زحمة الشغل. فكر انت وهو، لو انت عندك موبايلك وانت ماسك منصب صغير، وتبتدي الناس بتضغط عليك بتليفونات وبطلبات، اكيد بتنضغط واكيد ممكن كيرفك يقل شوية، لكن احنا عايزين صحاب الهمم، وعايزين الوزراء والمسؤولين يهتموا اكتر ويحل مشكلة كفر منصور ومشكلة البقاشين، لانها مشاكل ممكن تزعل المواطنين وتتعب مستقبل جاي. ومن هنا احنا بختم معاكم حلقتي اليوم باني بقول لكم ان انتوا فعلا هتوحشوني لحد الحلقة الجاية، وهنجهز لكم ايجابي وسلبي في محافظتنا الجميلة محافظة القليوبية، وفي مدينة كفر شكر ومدينة بنها، المدن الغالية جدا على قلوبنا. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده ودائع. شكرا لكم وتحياتي لكم، مساء الخير.